سوف نتعرف على طريقة إيجاد كيفية إيجاد معلقات. نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المختصات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي تتابعها، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على علاقات، وهنا سوف يظهر لك هنا الحسابات التي تريد متابعتها. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.